البطاطس غذاء هام في حياة الإنسان، وتعتبر من أهم المحاصيل الزراعية إلى جانب الأرز والذرة والقمح. إن الكثير من الأشخاص يريدون دوماً رقائق البطاطس، ولا يمكن إنتاجها من دون البطاطس، ولذلك يبقى المزارعون منشغلين دوماً بحصاد البطاطس بأدواتهم الخاصة. باللغة الإنجليزية تسمى potato، وبالإسبانية تسمى بطاطا، وبالفرنسية تسمى pomme de terre، وذلك يعني تفاحة الأرض. أما التسمية العلمية فهي السولانوم الدرني، على اعتبار أن الجزء الذي نأكله من البطاطا هو قمة الجذر ويسمى الدرنة. إن حضارة الإنكا أول من عرف فوائد البطاطس، ومن غير المستبعد أنهم قد صنعوا رقائق البطاطس الخاصة بهم منذ ذلك الوقت. قبل 500 عام قامت حضارة الإنكا بتقديم جزء من محصولهم الزراعي من البطاطا إلى مستكشفين مشهورين في ذلك الوقت مثل كريستوفر كولومبوس والسيد والتر رالي، وبهذا كان لهم الفضل بانتشار البطاطس في العالم. هنا يتم فرز حبات البطاطس حسب أحجامها، ويتم وضعها في صناديق مختلفة، وبهذه الطريقة يستطيع الزبائن الحصول على حجمهم المفضل من البطاطس. فمصانع رقائق البطاطس على سبيل المثال تحتاج فقط إلى البطاطس الأكبر حجماً. لكي نتمكن من صناعة رقائق البطاطس، فنحن بالطبع نحتاج إلى السمنة أو الزبدة لكي تقلى البطاطا، وسنحتاج إلى إضافة النكهة مثل نكهة لحم البقر أو لحم الحمل. لحم الحمل حقاً؟ يجب أن تكون الأضواء خافتة في أماكن تخزين البطاطا لكي نحافظ عليها. أثناء حصاد البطاطس من الممكن أن تتسبب العملية ببعض الكدمات الصغيرة، لذلك فإن أماكن تخزينها تكون خافتة الإضاءة وبدرجات حرارة مناسبة. فالنوم مثلما يساعد الإنسان فهو أيضاً يساعد البطاطس ويعطيها فرصة للشفاء. بعناية فائقة يبقي مزارع البطاطس طبقة من التربة على القشور، لأن التربة والوحل يساعدان على حماية وتغذية البطاطا أثناء عملية التخزين. للتخلص من التربة والوحل علينا أن نغسل البطاطس بشكل جيد. لأسباب يدركها مدير المصنع، فإن آلة تقشير البطاطس تكون قريبة جدا من السقف، بالتالي تسقط بعدها البطاطس في أنبوب فضي ضخم وكأنها سعيدة بإزالة قشورها القديمة. كل القشور تتساقط وتتجمع في هذا الصندوق لكي يأخذه المزارع لاحقا ويقوم برش محتوياته في حقله. إن البطاطس قادرة على النمو في المرتفعات العالية، كما أنها من أول أنواع الخضرة التي نمت في الفضاء. تحتوي البطاطس على القليل من الدهون، ولا يوجد كوليسترول على الإطلاق، كما تحتوي على نشاء للطاقة والعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين ألف المفيد جداً للنظر، وفيتامين كاف الذي يساعد على تخثر الدم. البطاطس الآن مقشرة نظيفة وملساء، وقد وضعت في آلة أخرى قريبة من السقف أيضاً. فما هي الخطوة التالية؟ من الأفضل أن تبقي أصابع يديك بعيدة، فإن شفرات تقطيع البطاطس سريعة جداً، وهي أكثر سرعة وحدة من تلك التي تقطع اللحم. القلي هو نشاط يومي في مصنع الرقائق. إن الدهون بالبطاطس تبقى على درجة 200 مئوية، وخلال تعرض البطاطس لهذه الدرجة تصبح الدهون جزءاً من تفاعلات كيماوية ينتج عنها بعض النكهات الجيدة أو السيئة. ومن حسن حظنا أن النكهات السيئة تتطاير مع البخار المتصاعد من الوعاء. ينحسر البخار عندما تكون كل المياه في البطاطس المغلية قد خرجت. التحكم بدرجة حرارة وعاء القلي ومعرفة الوقت اللازم للقلي هام جداً لكي نحصل على رقائق بطاطس شهية ومقلية بشكل جيد. ومن أحد الجوانب غير المشرقة في تاريخ البطاطا ما حدث سابقاً مع الشعب الأيرلندي عام 1845، فقد كانوا يعتمدون على البطاطس كغذاء رئيسي، وحصلت مجاعة كبيرة بعد أن أتلفت آفة فطرية محصول البطاطا، وسميت هذه المجاعة بمجاعة البطاطا الكبرى. هنا تضاف البودرة لكي تكتسب رقائق البطاطس النكهة، وأكثر النكهات المستخدمة اليوم هي الجبن والبصل.
هذه السيدة لديها واحدة من أهم الوظائف في المصنع، لأنها بعينيها الثاقبتين وحساسية وسرعة أصابع يديها تستطيع أن تتحكم بجودة رقائق البطاطس وتبقي البطاطس الفاسدة بعيدة عن آلة إضافة بودرة النكهة. رقائق البطاطس الآن جاهزة للأكل أكثر من أي وقت مضى، فما علينا الآن إلا أن نغلفها في علبها الخاصة بسرعة. هنا نرى البطاطا قد وضعت في هذا الوعاء القريب من السقف، وفي هذه الآلة يتم قياس ووزن رقائق البطاطس عن طريق هز الرقائق وتوزيعها بكميات معينة على صواني صغيرة، وبعد ذلك يزن الكمبيوتر كل تلك الصواني لكي يقوم بإرسالها إلى الصواني المناسبة حسب الوزن الصحيح إلى قسم التغليف والختم. عملية الختم والتغليف عملية هامة جداً وتأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى هي إبقاء الرطوبة خارج العلبة حتى لا تصبح الرقائق رطبة، والمرحلة الثانية هي إبقاء فقاعة من الهواء داخل العلبة بعد الختم حتى لا تتكسر الرقائق. هنا يتم إبعاد العلبة غير المطابقة للوزن. الآن تتوزع رقائق البطاطس على المحلات التجارية في كل أنحاء البلاد حتى يستطيع الزبائن شراءها والاستمتاع بها. عندما تكون خارج منزلك وتشعر بالقليل من الجوع، رقائق البطاطس يمكن أن تكون وجبة صغيرة خفيفة وشهية. هل سمعت من قبل عن سيارة خشبية؟ عجلاتها خشبية والهيكل خشبي والمحرك خشبي؟ بالتأكيد لن تعمل. لهذا السبب السيارات المصنوعة من الفولاذ قوية ومتينة. بالفولاذ فقط نستطيع أن نصنع سيارات جميلة ومتينة وسريعة جداً. في صالة عرض السيارات هناك دائماً أشخاص يبحثون عن أحدث الموديلات. يصنع كل يوم المئات من السيارات، ولكثرتها من الممكن لأي كائن فضائي أن يعتقد أن السيارات هي التي تحكم الأرض اليوم بدلاً من الناس، ولكنه خاطئ بدون شك، لأن الناس هم من يسيطرون على سياراتهم بمهارة عالية ويصممون الجسور الكبيرة والشوارع اللازمة ليستطيعوا أن يتنقلوا بسياراتهم. هناك مصانع في جميع أنحاء العالم يصنعون وينتجون جميع الأدوات والمواد اللازمة التي تحتاجها عملية تصنيع السيارات. هذا هو مصنع الضغط، فهنا نأخذ صفائح المعدن ونقوم بإعادة تشكيلها الواحدة تلو الأخرى والضغط على المعدن حتى يصبح قالب المعدن مناسباً لكي يكون الجسد الصلب للسيارة. في الماضي كان معظم السيارات تصنع من الفولاذ، أما الآن في هذا المصنع يتم استخدام الألومنيوم، فالألومنيوم خفيف الوزن ولا يصدأ، إنه مثالي. وسبب عدم استخدام الألومنيوم في السابق هو صعوبة طلائه. أما اليوم فقد قامت التكنولوجيا الحديثة بحل هذه المشكلة بنجاح. تقوم هذه الآلات هنا بتجميع وتركيب كل هذه القطع مع بعضها حتى تكتمل هذه القطعة الفنية المعدنية. يستمر هنا تلحيم المعدن ووضع المسامير دون توقف. السيارة جاهزة. حسناً، ليس تماماً، فهناك كمية جيدة من العمل لكي تصبح السيارة جاهزة للانطلاق. جسد السيارة المؤلف من 15,000 قطعة سيدخل الآن إلى مصنع محركات السيارات. إضافة اللون بهذه الطريقة هو واحد من أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات. يتم تحضير الطلاء في الفرن، وبعد ذلك تبدأ عملية طلاء قطعة تلو الأخرى. تستمر عملية طلي السيارات المصطفة على خط الإنتاج. أما أبواب السيارات فيتم تجليدها وطلاؤها بشكل منفصل عن هيكل السيارة.
هنا ترى مجموعة من الأسلاك الكهربائية التي يقدر طولها بحوالي الميل. بالسابق لم تكن تحتاج السيارة إلى هذه الكمية من الأسلاك، فخمسون متراً من الأسلاك كان كافياً. هذه هي الثورة الإلكترونية، وفي عام 1908 اخترع هنري فورد طريقة فعالة لإدارة خط الإنتاج، وأطلق عليها خط تجميع كتلة الإنتاج، والتي ما تزال تستخدم حتى الآن. آلة رفع متخصصة تجعل الأعمال الصعبة سهلة، هذا شيء تم صنعه في مصنع آخر سابقاً، لوحة قيادة جميلة ومحرك اليد اليسرى. إن هذه السيارة للتصدير إلى أمريكا مثلاً. الزجاج المستخدم في صناعة السيارات هو عبارة عن عدة طبقات متتالية من الزجاج والبلاستيك، وبهذه الطريقة يصبح أقوى وغير قابل للكسر بسهولة حتى لو تلقى حجراً على الطريق السريع. لامتصاص الصدمات يستخدم نظام التعليق عن طريق نوابض تمتص الصدمة وتجعل هيكل السيارة مرناً. هذا هو المحرك مستهلك البنزين، وهذا خزان الوقود. إنه وحش حقيقي بقوة 300 حصان، أي ما يساوي 100 غلاية كهربائية تقريباً. إن صوت المحرك عندما يعمل صاخب جداً، ولذلك يعد كاتم الصوت اختراعاً مذهلاً، فهو يحتوي على الكثير من الأنابيب الجوفاء التي توازن هذا المحرك وتلغي الجلبة والضجيج الخاص به، بالتالي يبقى ضجيج صوت المحرك مقبولاً. إن الأضواء والعجلات والمكابح أشياء مهمة جداً، فأنت تحتاج إلى عجلات قوية وأضواء تساعدك على الرؤية، وبالطبع تحتاج إلى مكابح مناسبة تساعدك على التوقف بطريقة جيدة باللحظة المناسبة. إن الراحة هامة جداً، وخصوصاً من أجل الرحلات الطويلة، وهذه المقاعد الجلدية تستطيع أن تؤمن لنا الراحة اللازمة والمناسبة. قطعة فنية بامتياز، عجلة القيادة، اخترعها الدكتور بيتر ستيرينج عام 1922، وهذا الاختراع يجعلك تصدق أن لا شيء مستحيل أبداً في هذا العالم. أما الآن نقوم بتجربة السقف المتحرك، وبعد ذلك حان وقت الانطلاق. إذن رأينا طريقة صناعة السيارة، وما عليك الآن إلا أن تفكر بتوفير ما يكفي من الماء لشراء هذه السيارة الرائعة. من المثير للإعجاب أن الدجاج أكثر من الناس في هذا العالم. نرى هذا المزارع الكريم وهو ينثر الطعام للدجاج في كل أنحاء المزرعة. يعرف ذكر الدجاج بالديك. هنا نرى السادة الديوك، وهنا نرى السيدات والتي نسميهن الدجاجات، وهذه الدجاجات لهن معزة خاصة لدى المزارع، لأنهن يضعن له الكثير من البيض الطازج. هذه هي ساحة الدجاجات، وتستطيع أن تتنقل بحرية. بعد إطعام الدجاجات، يجب على المزارع أن يحصل بدوره على وجبة طازجة من البيض. فقد حان الوقت لكي تسلم الدجاجات بيضها. يا له من محصول جميل! إن معظم تهاط إنجلترا لا يملكون بيضاً طازجاً مثل هذا. هنا في المصنع سنخبز الكعكة، ولدينا أيضاً هنا جميع المكونات المطلوبة لصنع كعكة ميلاد نموذجية. أحد أهم الأسباب التي تجعل كعكة عيد الميلاد شهية ولذيذة أنها مصنوعة من محتويات ذات طاقة عالية مثل هذه الزبدة. بالإضافة إلى الزبدة، يجب أن نضع الكمية المناسبة من السكر، وليس السكر فقط هو ما يجعل مذاق الكعكة حلواً،
ولكن بدون السكر ستصبح عجينة الكعكة أقرب إلى رغيف الخبز منها إلى كعكة. ويجب علينا ألا ننسى البيض، علينا أن نملأ هذا الوعاء ونصنع الخليط المناسب. وبعد البيض نحتاج إلى القليل من القمح المجفف، ونحتاج أيضاً إلى طحين الخبز، وهو ما يجعل الكعكة تنتفخ وترتفع عندما تتعرض إلى نار هادئة في الفرن. والآن حان وقت البهجة. حسناً، إنها الشوكولاتة، المكون الذي لا يقاوم من بين كل المكونات. عظيم، خير ما فعلت. يتم دهن وعاء الكعكة بالزبدة من الداخل، ويصطف بداخلها رقائق خاصة، والفكرة من ذلك منع خليط الكعكة من الالتصاق على الوعاء. سوف يستغرق خليط الكعكة نصف ساعة في الفرن لكي تصبح جاهزة ومنتفخة. طاهيتنا الساحرة هنا، سوف ترينا ماذا تستطيع أن تفعل بالبيض بعد عصره، وهي تتمرن بنفس الوقت. إنها تستخدم هنا بياض البيض وتقوم بخفقه حتى يصبح صلباً. صفار البيض يحتوي رئيسياً على نوع من الدهون يسمى الكوليسترول، أما بياض البيض فهو يحتوي بشكل رئيسي على جزيئات مفتولة من البروتين ترتبط مع بعضها بشكل متشابك مثل السلاسل. وهنا نرى فرناً يبدو وكأنه من عصر آخر ويسمى آغا، ولهذا الفرن الكثير من المعجبين الطهاة الذين يفضلون المطبخ الدافئ. الطاهية هنا تضع الكعكة في كؤوس لكي تصنع الفطائر. لعق بقايا الحلويات من الأصابع جيد فعلاً. هل هذا نفس الإصبع؟ حسناً، الفطائر تقريباً أصبحت جاهزة، فقد بدأت تنضج بشكل جيد. وضع القليل من الثوم بالإضافة إلى تنوع الخضروات والدجاج، وانسجام هذه المكونات مع بعضها يدل على براعة الطاهي في صنع أطباق ومأكولات شهية. وبالعودة إلى مصنع الكعكة، نرى سيدة الكعكة وهي تدير كل شيء بدون إضاعة أي دقيقة. نجحت المهمة؟ نعم، الكعكة قد انتفخت وارتفعت وكل شيء يبدو على ما يرام. وهنا نضيف كريم الزبدة والشوكولاتة لكي تصبح الكعكة هشة أكثر، وهكذا تصبح أشهى وأسهل للأكل. والآن نحن جاهزون للانتقال إلى مرحلة التبريد، ولكن ليس قبل أن نضع الكعكة في القرص الدوار. يجب علينا أن ندهن كريم الزبدة على حواف الكعكة لأن هذا يساعد في عملية التبريد. عملية التبريد هي عملية فنية ومذهلة حقاً. يتكون سائل الأقراص السكرية المجمدة من السكر والماء وشيء يسمى كريم التارتار، وهو مادة تمنع تحول السكر إلى بلورات، ونغطي الكعكة بها لكي تبقى متماسكة، وبذلك نحصل على الكعكة بسطح أملس كما نحب. هذا كله يجعلك تتساءل كيف اكتشف الناس كل هذه الأشياء. عملية التبريد تسير على ما يرام بالجزء العلوي من الكعكة، والآن نستخدم السكين لإزالة بعض الزوائد من الحواف. ولكي نعطي الكعكة شكلاً يجعلها أجمل، نضيف هذا الوشاح الوردي ومقصاً جيداً. وبالنهاية وبسرعة كبيرة تكتب معايدة لعيد ميلاد أحد الأشخاص، والآن نعرف إلى أين سوف تذهب هذه الكعكة. إنها حفلة أطفال. الإغريق كانوا أول من وضع الشموع على الكعك، وكان هذا تكريماً لأرتميس إله القمر الفضي حسب معتقداتهم القديمة. وهنا تأتي الأم وتضيء الشموع. هذه الفتاة الصغيرة في الخامسة من عمرها، لديها مهمة بين يديها. حسناً، نرجو أن تطفئ الشموع بدون مفاجآت. والآن تستطيع أن تتمنى أمنية، والجميع سعداء لأنهم على وشك البداية بهذه الوليمة بعد أن بدأت الأم بتقطيع الكعكة. هذه الكعكة فعلاً قطعة فنية، كل الشكر لتلك الدجاجات الودودة. حسناً، أكملوا طعامكن يا دجاج، غداً سيكون عيد ميلاد أحد آخر وسنحتاج إلى كمية جديدة من البيض.
ما هو الشيء السحري الذي بواسطته نستطيع أن نطهو طعامنا؟ ما هو الشيء الذي ينير حياتنا ويساعدنا على أن نرى برامج التلفزيون الترفيهية بجودة أفضل؟ إنها الكهرباء بالطبع، الشيء الذي لا نتخيل حياتنا بدونه، وهي الوسيلة التي نستطيع من خلالها الاستفادة من الطاقة المتوفرة في منازلنا. الطاقة غالباً تكون بالبداية عبارة عن حرارة في محطات طاقة ضخمة مثل هذه، وهنا يتصاعد البخار من أبراج التبريد. داخل محطات الطاقة يوجد الكثير من البخار أيضاً، ولكن يتم الاستفادة منه بطريقة مختلفة تماماً. عندما يتم تسخين المياه في المراجل، يتحول البخار الناتج إلى ضغط يولد بدوره قوة الدفع. يتحرك بفعل البخار، ثم يعود مجدداً بسبب الخمول من خلال دولاب الموازنة، ويستمر الضاغط بالحفاظ على التوجهات جيئةً وذهاباً، محافظاً على حيوية الحركة. نتيجة دوران هذا المولد، نحصل على الكهرباء بمقدار فولت، وهذا الفولت قادر على إضاءة لمبة واحدة. لابد من وجود آلاف اللمبات في هذا المبنى، لأنه ببساطة هو محطة للطاقة النووية. وإن هذه المحطة تنتج من الكهرباء ما يكفي لتشغيل المدينة، ويطلق عليها السكان المحليون الكاتدرائية. إن كل محطات الطاقة الكبرى تبنى لنفس الهدف، وهو تشغيل المولدات الكهربائية، ولكن من الممكن أن تختلف طريقة عمل كل محطة بحسب مقدرتها على تطوير طريقة توليد الكهرباء. أما هنا في هذا النموذج، تنتج الطاقة الحرارية لأول مرة ليس عن طريق الحرق، ولكن عن طريق تقسيم الذرات وإفناء المادة بحد ذاتها، وهذا كله يتم تحت أرضية مبلطة بدقة. هنا في الأسفل يتم ضخ الحرارة من الفرن النووي لتخرج الغازات بشكل سريع من تلك الأنابيب. هناك نوعان من المفاعلات النووية العاملة في هذا المبنى الكبير، وقضيبان يحتويان على وقود اليورانيوم النووي الذي بإمكانه أن ينتج الحرارة لسنوات متواصلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن أو التعبئة. هذه هي قاعة التوربينات، والتي تحتاج إليها تقريباً كل محطات توليد الكهرباء. الحرارة الناتجة من المفاعلات تستخدم لتسخين المياه التي ينتج عنها البخار. إنتاج البخار يؤدي إلى تحريك شفرات التوربينات المعدنية المتموجة والملتفة. هنا دور المولد الذي يقوم بإنتاج 1000 مليون واط من الطاقة بعد كل مراحل العملية الضخمة. ولنقل الكهرباء بأمان إلى كل أنحاء البلاد، فإننا نستخدم الأبراج والأسلاك من الشبكة الوطنية. ولكن ما كان يحدث حقاً داخل هذه الشبكة المعدنية؟ حسناً، في الأسفل كانت شفرات التوربينات المعدنية الكبيرة الشبيهة بالمراوح تدور على البخار. في المولد هناك قطعة تدعى الساكن، وهي عبارة عن مغناطيس ملفوف بمجموعة من الأسلاك، وتجري بهذه القطعة عملية التناوب. فعندما تقوم بتحريك الحقل المغناطيسي حول سلك، ذلك ينتج جسيمات ذرية صغيرة تدعى إلكترونات، وهذه الإلكترونات تنتقل. إن التيار العالي المستخدم في الأبراج الكبير هو خطير جداً، ولا يمكن استخدامه بالمنزل، ولكن مع وجود المحطات والمحولات نصبح قادرين على استخدامه في المنزل بشكل مفيد وآمن. إن هذا الطفل متأكد أنه من الخطير أن يلمس المآخذ والمقابس الكهربائية في المنزل، لأن الكهرباء يمكن أن تقتله. وإنه يعلم أيضاً أن الكهرباء تجعل قطاره يتحرك، الحركة وحدها قادرة على إنتاج الكهرباء مثل مزرعة الرياح هنا. إن 500 توربين مثل هذه يمكن أن تحل محل محطة كهرباء كبرى، ولكن ماذا سيحدث لو توقفت الرياح؟ حسناً، اكتشفنا الآن لماذا علينا أن نولد الكهرباء من عدة مصادر. هنا مصدر آخر في جبال سنودونيا، يوجد محطة لتوليد الطاقة، وبإمكانها أن تزود الشبكة الوطنية بأي لحظة.
الطاقة هنا تأتي من سقوط مياه بحيرة ماركلين ماور. تتدفق المياه من خلال عمق الجبل، وبعد ذلك يتم تفريغ المياه إلى بحيرة بيريس الواقعة أسفل الجبل. بعكس محطات الطاقة العادية التي تحتاج أحياناً إلى أيام لكي تنتج الكهرباء، هذا المكان قادر من خلال استخدام المياه التي تسقط أن يولد الطاقة بلحظة واحدة فقط. فإذا أرادت الشبكة الوطنية في بعض الأحيان أن تستخدم المخزون الاحتياطي، تستخدم محركات المياه لكي تضخ المياه. لقد وصلت شكوى الطفل صاحب القطار إلى المراقب. إن هذا الموازن الذي يزن 16 طناً يساعد على فتح الصمام، وبعد ذلك ينهمر ما يعادل 1.5 مليون فنجان شاي من المياه في البحيرة لكي تدير المولد. وراء هذه الصفائح الحمراء تدفع الزعانف المياه بشكل مستمر إلى أنابيب مثل هذه. كثيراً ما يقال إن التنوع يعطي للحياة شكلاً آخر، فعندما يتواجد التوازن بين مصادر الطاقة من مياه ونار أو رياح، فيمكننا أن نقول إن عوامل الكهرباء ستكون موجودة ومتوفرة لدينا في كل وقت. الكهرباء موجودة في الطبيعة منذ بدء الزمان، موجودة في الكواكب والغيوم وداخل كل شخص، ولكن الذي صنع الفارق هو فهم مبادئ الطبيعة وأسس العلم الذي قد ظهر قبل 200 عام على يد علماء مثل مايكل فاراداي وبنجامين فرانكلين. والسؤال اليوم عما إذا كانوا يتصورون إلى أي مدى ستكون أفكارهم مؤثرة وستصنع المستقبل؟